مرحبا بكم من جديد على قناة استثمار عرب. شكرا ل 6545 مشترك. النهاردة هنشرح مجموعة من ايردروبات كلها بوت عن طريق البوت. يا ريت الناس تركز في البوتات و اخر ايردروب، لان اخر ايردروب مختلف شوية عنه. اول ايردروب معانا هو متصل بموقع، هو الموقع ده، هتسجل فيه يوزر نيم، ايميل، باسورد، بعد كده بتفعل حسابك من الايميل، بعد كده بتخش لوجن عادي البوت اللي هسيبه لك برضو اسفل الفيديو، كل الروابط هتلاقوها اسفل الفيديو. اول حاجة هتضغط على ستارت، وبعد كده بتنضم للجروب بتاعهم على التليجرام، بعد كده هنا بتديله الايميل اللي انت سجلت فيه في الموقع اللي احنا قلنا عليه ده، وبعد كده KYC اللي هي البطاقة، بتصوره البطاقة من الوش ومن الظهر وبترسله الصور، بعد كده هو بتديله الايميل، بتديله السيت والت، بتضغط على كلمة سيت والت من هنا، تضغط على سيت والت وبتدي له محفظة الماي ايثر والت. انت بتسجل في العملة دي، هو بس هيديك واحد من الكي واي زد. الدروب التاني هو لرمز الزد اي ال، بنروح نسجل في البوت. اول حاجة بتضغط ستارت، بعد كده بيديك شكل زي الشكل ده، بتضغط على الشكل، وبعد كده بتنضم لتويتر وبتدي له اليوزر نيم تويتر، بعد كده بتنضم للفيسبوك، بتعمل له متابعة ولايك، بتدي له البروفايل فيسبوك، بعد كده هنا بتضغط ستارت، بتدي له الماي ايثر والت. المحفظة برضو هسيبها لك اسفل الفيديو لشرح محفظة الماي ايثر والت. بعد كده هنا بيقول لك اديني البروفايل بتاعك على تويتر، بتديه له. بعد التسجيل في الايردروب، انا هنا مش ظاهر عندي حاجة في البالانس، لكن هو بيقول لك انت لو احلت يعني حد او كده، فانت هتحصل على 20 قطعة من عملة الزد اي ال. ايردروب كويس والناس تسجل فيه. هنسجل فيه، التسجيل فيه سهل جدا. انت اول ما هتدخل على البوت هتضغط ستارت، بعد كده هتديله الايميل بتاعك، بعد كده هيطلب منك الماي ايثر والت، هتحط له الماي ايثر والت، بعد كده هتشوف البالانس بتاعك، هتلاقيك تحصلت على 25 من الرمز بي اي دبليو ان. اول ما تخش على الاير دروب هيبقى في، هتضغط على كلمة ستارت، هتكتب الشكل اللي هو قدامك ده، الارقام دي، وبعد كده هتديله محفظة الماي ايثر والت، بعد كده هتضغط على البالانس، هيقول لك ان انت تحصلت على 2000 قطعة من رمز ال ان اكس. الاير دروب اللي بعده احنا قبل كده، اول ما هتدخل هتضغط على كلمة ستارت، بعد كده هتنضم لقناة التليجرام الاولى، وبعد كده تديله اليوزر نيم بتاع التليجرام، بعد كده هتديله الايميل ادرس بتاعك، بعد كده هتديله محفظة الماي ايثر والت، بعد كده هيقولك انت تحصلت على 4000 عملة من عملة ال ال تي كي. الاير دروب ده برضو شرحناه، وانت كل اللي عليك هتعمله هتضغط على برضو ستارت، بعد كده هتضغط على كلمة شيك من هنا، هتنضم لتويتر، بعد كده هتدي له اليوزر نيم بتاع التويتر بتاعك، هتدي له البروفايل بتاعك، هو هيطلب منك البروفايل، هتحط له رابط اللينك بروفايل بتاعك، لما تدي له اللينك بروفايل بتاعك على تويتر هتدي له محفظة الماي ايثر والت، وبعد كده خلاص انت كده يبقى انت سجلت، وهيديك 1600 قطعة الرمز ال تي سي دي. اول ما تدخل على البوت هتضغط على كلمة ستارت، بعد كده هيديك رقم هتجمعه، انا كده بيقول لي 6 + 23، كتبت له 29، بعد كده هيقول لك ادخل لي على تويتر واديني اليوزر نيم بتاع تويتر، بعد كده هتدي له الايميل ادرس بتاعك، بعد كده هتدي له الوالت ادرس بتاع الماي ايثر والت، بعد بالانس ليه يا عم.
بعد كده اما تضغط على البالانس هيديك 10 قطع، كده هيديك 10 قطع من عملة السي ام بي تي. عملة السي ام بي تي الايردروب اللي بعده، الايردروب ده برضو مهم. انت كل اللي عليك هتضغط على كلمة ستارت، بعد كده هيطلب منك تنضم لتويتر، تعمله فول على تويتر، بعد كده تديله اليوزر نيم بتاع تويتر، هيطلب منك اللينك بروفايل بتاع الفيسبوك، هتديله اللينك بروفايل بتاع الفيسبوك. كده انت هتتحصل على 770 قطعة من عملة ال FMCO. الدروب ده برضو مهم. اول حاجة هنا هتعملها هتضغط على كلمة ستارت، بعد كده هيطلب منك محفظة الماي ايثر والت، هتحط له محفظة الماي ايثر والت، وبعد كده الايميل بتاعك. بعد كده هتضغط على كلمة بالانس، هيوصل لك 5000 قطعة من رمز ال MATIC. خطوات سهلة جدا وانت تقدر تعملها وتنفذها بطريقة سهلة جدا. البوت ده برضك لرمز ال SEA، هتضغط على ستارت، تضغط على كلمة ستارت، بعد كده تدي له اليوزر تليجرام بتاعك، اليوزر نيم تليجرام، بعد كده هتدي له الايميل ادرس. كده هيدي لك، بعد كده هتضغط على كلمة بالانس هنا، وهيدي لك من العملة 50 قطعة من عملة ال SEA بقيمة 5 دولار. الاير دروب ده ركزوا فيه بس، لان في مهمة كده. الاير دروب ده لرمز الدي في واي، هتضغط على ستارت، بعد كده هتكتب المسألة الحسابية دي هتحلها له، بعد كده هتدي له هنا. هو هيفتح معاك بالشكل ده، هتنضم لقناة التليجرام وتديله. هو انت هتنضم للحاجات دي اولا، بعد كده بتضغط على سبمنت. في حتة بس عايز ابينها لكم، اللي هي كرييت ديبوزيت والت. انت دي هي دي المهمة في البوت ده. انت هتسجل عادي، هتعمل هنا هتنضم لقناة التليجرام الاولى، بعد كده هتعمل فولو لتويتر، وبعد كده تعمل له ريتويت، خلوا الوالد دي في الاخر. اللايك هتعمل له فيسبوك، في برضو صفحة الفيسبوك التانية هتعمل له لايك، وهتعمل له شير. بعد كده هنا بيقول لك في الميديم هتعمل له فولو، وبعد كده هتعمل جوين للتليجرام، بعد كده هنا في التويتر هتعمل له فولو وريتويت. بعد كده بعد ما تخلص الشروط دي هتضغط على سبمنت يور ديتيلز، هتدي له الايميل بتاعك، وبعد كده تدي له اليوزر نيم تويتر، بعد كده هتدي له البروفايل بتاعك، اللينك بروفايل على الفيسبوك، بعد كده هتدي له اللينك بروفايل على ميديم. بعد كده هيقول لك انت نفذت كل الشروط اللي احنا بنقول لك عليها، هتضغط على كلمة يس، بعد كده يس، بعد كده هو هنا هيقول لك دخل لي المحفظة اللي هيتحول لك عليها. انت وانت بتعمل الشروط هنا ضغطت على كلمة كرييت ديبوزيت، طلع لك موقع. الموقع ده هو الموقع ده المحفظة اللي هيتحول لك عليها العملة. عشان تستقبل عليها العملة بتاعت الاير دروب ده، هتروح تسجل فيها، هتعمل انشاء محفظة، هيطلع لك هنا عنوان ادرس و برايفت كي. هتحفظ البرايفت كي والعنوان، وتدي له العنوان اللي انت هيتحول لك عليه العملة دي. هتروح راسل له العنوان اللي هو الادرس بتاعك، زي ما انا راسله له هنا كده. انا راسل له العنوان بتاع المحفظه اهو، تمام. دي اللي هيتحول لك عليها العمله بتاعت الدي في واي، وهو هيديك في الاير دروب ده 8000 قطعه. ده خاص بعمله الاي بي ان بروتوكول. المحفظه دي انت هتسجل فيها، هتكتب الايميل والباسورد، وبعد كده بتعيد الباسورد، بتروح تفعل حسابك من الايميل. بعد كده هتروح للفورم اللي انا هسيبه لك برضو تحت الموقع ده،
هتكتب هنا النيم اللي انت سجلت فيه بالمحفظة دي، وبعد كده هتكتب هنا الايميل اللي انت برضو سجلت عليه بالمحفظة، وبعد كده هتكتب له هنا الجنس بتاعك ذكر او انثى. بعد كده هنا هتنضم لقناة التليجرام بتاعتهم وهتحط له اليوزر نيم تليجرام. بعد كده هنا الفيسبوك هتروح تعمل لهم متابعة على الفيسبوك وتدي له اللينك البروفايل بتاعك على الفيسبوك. بعد كده هنا هتنضم للتويتر وتعمل له فولو على تويتر، وبعد كده تحط له اليوزر نيم تويتر. بعد كده بيقول لك هنا اللي انت سجلت فيه المحفظة وفعلت حسابك وكل حاجة، هتضغط على موافق على الشروط وبعد كده تضغط سبمنت. الايردروب ده مهم وهيديك 500 قطعة من الاي بي ان، وتقدر برضو تضغط على البروفايل بتاعك من هنا وتاخد الريفرال لينك بتاعك وتسوق له على وسائل التواصل الاجتماعي. الايردروب ده برضو مهم اللي انت هتسجل فيه البيمون. خطوات سهلة، انت انضم للفيسبوك وهتعمل له فولو على تويتر، وهتنضم لقناة التليجرام بتاعتهم الاولى والتانية. بعد كده هتدي له هنا الايميل ادرس، وبعد كده الفيس بوك هتدي له اللينك بروفايل، بعد كده هنا هتدي له اليوزر نيم تويتر، بعد كده هتعمل له ريتويت على الصفحة بتاعتهم، هتعمل لهم ريتويت من اللينك ده. هتدي له هنا اليوزر نيم تليجرام، بعد كده هنا هتدي له الماي ايثر والت، محفظة الماي ايثر والت. بعد كده هسيب لك انا اليوزر نيم تليجرام بتاعي هتلاقيه اسفل الفيديو. وفي كده انتهينا من الايردروبات بتاعتنا النهاردة. اي استفسار واي تعليق سيبه اسفل الفيديو وانا هرد عليك مباشرة. كان معكم استثمار عرب، شكرا لكم والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.